معرفش الناس اللي بتطلع تتكلم في التلفزيونات دي عن شغلها بتطلع تتكلم ازاي. اهلا فادي. ازيك يا مريومة؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كويسه؟ تمام. الحمد لله. كريم بدر مخرج البرنامج. اهلا وسهلا. ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. مش اكتشفنا ان احنا اتقابلنا مرتين قبل كده؟ امتى؟ يوم خطوبتك انت ونادين ويوم فرحكم. ده كان نجم اليومين دول، كانه اخو العريس مامت العروسه كده يعني. لعلمك بقى انا لولا ان نادين هي اللي امرتني اعمل معاك الحلقه دي كنت مستحيل اوافق. ما بعرفش اطلع اتكلم في التلفزيونات وكده. بس فادي ونادين دول اكتر من اخواتي، ده انا اللي مجوزهم اساسا. عرفتي بقى اتطلقنا ليه؟ الله، هو انت كمان ما تعرفيش هم اتطلقوا ليه؟ فريده الريدي على وصول. دكتوره فريده الريدي دي مرات ايد الورداني؟ اه مظبوط. صح، فريده الريدي دي ميعادها اتلغى. اتلغى ازاي يعني؟ اه ميعادها كان الساعه 1 ودلوقتي 2:15. اه بس دي مكلماني من 10 دقايق بتقول انها في طريق. انا احترمت ميعادها وهي ما احترمتش مواعيدي، واللي ما بيحترمش مواعيدي يبقى ما بيحترمنيش. ما بيحترمكش ايه؟ دي جايه من التجمع الخامس في عز الزحمه، مش زيك بتنزل دورين تبقى في المكتب. ومريم وكريم والمصورين اللي معاهم جايين من اخر الدنيا برضو وجم في ميعادهم. بقول لك ايه، فريده الريدي دي بجوزها بملياراتها بمشاريعها اخر همي لو ما احترمتنيش. طيب احنا هنستاذنكم عشان نطلع نجهز، وعموما احنا قدامنا شويه وقت قبل ما نبدا تصوير، فخدوا راحتكم. يلا انا بس هحتاجك 5 دقايق قبل التصوير عشان نتكلم الحلقه هتمشي ازاي. المشروع ده اكبر مشروع هتعمله الشركه في الفتره اللي جايه، ولو الشغل دخل مزاج فريده الريدي معناها ان ممكن يفتح لنا باب رزق وباب شغل جديد مع اياد الورداني. واظن اللي انا بكلمك فيه دلوقتي ده هو الجزء الاداري والمالي للشركه، يعني شغلي انا مش شغلك انت. وبعدين انترفيوهات ايه وتلفزيونات ايه؟ الشغل يا اخي اهم. انت مش ملاحظ انك بقيت بتتخلى عليا كتير وما بتحطش في اعتبارك اذا كنا لوحدينا ولا حوالينا حد؟ وانت ما خدتش بالك انت هزرت ازاي لما الناس كانت موجوده؟ ده على اعتبار ان هزار جديد معاك. انت عارف ان مريم قريبه نادين، يعني اي حاجه هتحصل هنا هي هتروح تحكيها لها. طب ما تحكي لها وانا قلت لها ايه؟ بص يا معلم، انت شكل طلاقك انت ونادين خلاك حساس زياده عن اللزوم. بشوف لك طريقه بقى حلها مع نفسك بدل مش عايزني حتى احاول احلها معاك. معاك فريده ريدي مش هيتلغي يا عبد الله. حتى لو اتاخرت عن ميعادي 10 ساعات بيستنى. واتحدى اي راجل زي عبد الله يونس، الماتش معاه بيبقى ممتع اكتر. اصل بودي سمعته سابقاه والدنيا اضيق من خرم الابره، ده غير ان الستات بتحب تحكي. اللي حكت عن حنيته واللي حكت عن انانيته واللي حكت عن طبيخه واللي حكت عليه في السرير. ولو كان عبد الله مجنون قرود، انا بقى مجنون 24 مليون قرود. ومين بقى مثلك الاعلى؟ بصراحه محدش. معقوله محدش خالص؟ لا، في اركيتكتس وانتيرير ديزاينرز بحب شغلهم جدا وبنبهر بيهم، بس ما اقدرش اقول لك ان فلان هو مثلي الاعلى او انا نفسي ابقى زي فلان. انا عايز ابقى نفسي، ليا طعمي اللي مش شغل طعم اي حد. ما اعرفش طبعا ان انا الاستاذ فادي او الباشمهندس عبد الله بيقول ان فيها روح واحده في كل التصميمات. ما اعرفش طبعا لان انا المصمم، بس تقدري تقولي ان الروح ليها علاقه بروحي وان الاختلاف ليه علاقه باختلاف اذواق صحابها. دكتور اكتر حاجه بتفرحني لما بلاقي الكلاينت اول ما بيشوف الديزاين اللي انا عامله له يقول الله ده شبهي. ده حقيقي، بس ده معناه ان انت برضو لازم تبقى فاهم طبيعه وذوق الكلاينت اللي انت بتصممه ليه في التلفزيون معين. يعني ما بتطلعهاش احلى من كده. اكتر حاجه معناها الطبيعه احلى 1000 مره. فعلا دي احلى حاجه. خلصت حلقتنا النهارده، وكان ضيفنا فيها المهندس عبد الله يونس. ميرسي يا باشمهندس ان انت كنت ضيف معانا. استنونا الاسبوع الجاي في نفس الميعاد ونجم جديد. طبعا عبد الله عجبني من اول نظره، طبيعي يعني هو يعجب اي ست، شيك مز امور واثق من نفسه ناجح في شغله عنده كرامه. معرفش ليه وانا قاعده قدامه تخيلته لابس تكسيدو وقاعد في كوشه شيك وانا جنبه. طبعا هيبقى عريس يجنن، يمكن عشان نادين قالت لي مامته هتموت وتجوزه. اهلا دكتور عبد الله جوز. شربتي حاجه؟ شربت 3 حاجات. اصل الدكتوره منورانا بقالها شويه يا عبد الله. انا خدت بالي ساعه ما حضرتك وصلتي، بس بصراحه ما كنتش اعرف اوقف التصوير. الناس جم في ميعادهم مظبوط. اه فحضرتك بقى قلت تعاقبني عشان انا اللي جيت متاخره مش كده؟ لا العفو يا فندم. ميرسي. ايه رايك بقى يا دكتور نخش في الموضوع على طول عشان ما نعطلش وقتنا اكتر من كده؟ للاسف مش هينفع، انا اوريدي متاخره عن ميعادي. طب تحبي ناخد ميعاد تاني؟ انا مسافره بالليل فيينا، عندي مؤتمر طبي.
طيب تحبي حضرتك لما ترجعي تبقي تكلمينا بحيث احنا نتفق هنعمل ايه؟ سيبها لظروفها. باي باي باي. طيب اتفضلي اوصلك. عارفه ماري منيب وهي بتعين لابن عبد العزيز في الفيلم؟ اهي ماما كانت ناقصه تطلع بندق وتديه لماري وتقول لها اكسره له. روضه بقول لك ايه، ممكن ناخد بريك 5 دقايق بس اطلع اشرب سيجاره في البلكونه وارجع لك على طول؟ خرابي. بس بذمتك انت ايه رايك في البنت؟ بنت لذيذه ومذيعه شاطره. هي بقى يا عين امها رايها فيك غلط خالص. تصدق دي شايفه ان انت جنتلمان وذكي وفنان وحساس ورقيق المشاعر، حاجات كده ملهاش اي علاقه بحياتك القذر. طب ما هي بتفهم اهي. على فكره مفضوحين قوي انت وماما، وباين عليكم طبخينها سوا. وان مريم دي هي المرشحه الجديده للفوز بلقب مدام عبد الله يونس. قايل على عينك وانت الطول. كفايه اصلا ان هي قريبتي. ما دي اكتر حاجه تقلق. السيجاره. اهلا، ازيك يا روحي؟ ازيك يا حبيبتي؟ اتفضلي حاجاتك اهي. يا روضه وحشتيني. ايه ده، دي بتستقبلك زي ما بتستقبلني بالظبط. ازيك يا باشمهندس؟ ازيك يا مريم؟ تشربي ايه مريم؟ هو المفروض ان انا عندي تصوير كمان شويه، بس لو عملتي لي شاي اخضر على ما اتوضى واصلي ممكن انولكوا شرف ان انا اقعد معاكوا 10 دقايق بحاله. طب بلاش انا وامك. صدق مشاعر الطفله البريئه، شفت بتموت فيها ازاي؟ لا مدام روضه بتحبها يبقى انا هطلب ايديها وما تطلع من الحمام على طول. الله نسواني يا معتيه. اساسا انا ما اتمنى لهاش عريس زيك، بقول لك زي الفل، ارميها في التهلوكه بايديا. اعمل لكش شاي اخضر تشربه معاها؟ قهوتي لسه في البلكونه. واقف تتفرج على ايه؟ شكلها حلو قوي وهي بتصلي. شكرا. ايه بقى؟ مش ناوي تحكي لي؟ احكي لك ايه؟ عبد الله يونس ونادين اللي خروجاتهم زادت معانا دي. عشان جايين معانا الفيلم يعني؟ روضه بنت نادين كان نفسها تدخل الفيلم، وانا كنت مستنيه قبل ما ينزل، ما انت عارف. والسيرك من كام يوم؟ برضه روضه، قصدك ايه؟ يعني عبد الله يكون معجب مثلا؟ معجب؟ معجب بمين يا ابني؟ ايه الهبل ده؟ ولا في مثلا تظبيط ما بين عبد الله ونادين؟ تظبيط؟ ينفع يبقى في بيني وبينك تظبيط؟ مستحيل طبعا. ايه الجنان ده؟ خلاص، اه عبد الله ونادين زينا كده بالظبط، اخوات. روضة! وحشتيني، اتأخرتوا ليه؟ يا أميرة على السنين اللي بتجري، أنت اختفيتي فين؟ في الدنيا. الله، طب ما احنا برضو موجودين في الدنيا، مش بنشوفك ليه؟ بقيت بشتغل مدرسة وعندي ولادي دول. اتجوزتي؟ لا، دول ولادي بتوع الكنيسة. ازيك يا عبد الله؟ ازيك يا كأننا سايبين بعض امبارح، ولا كأن في 5 سنين فاتوا. عينيه كان فيها نفس اللمعة اللي كان بيقابلني بيها كل مرة زمان، أيام ما كنا بنحب بعض. لا، أنا بكتب، أنا لسه بحبه.
ومحتاجاله دلوقتي اكتر من زمان بكتير، وده اللي خلاني قلت لنادين اني مسافره بالولاد في الاجازه وقصدت اسمعه عشان يجي ورايا واشوفه تاني. انا ضعيفه وخايفه قوي، قويني يا عذراء. حطي بقى دي. استنى خلاص. دي هفتحها يا عليم بتاعتك على الصبح. بقول لك ايه، انت هتستعبط؟ هتعمل لي فيها الطفل البريء والله العظيم. اخد بنتي ونطلع بيتنا نكمل نومنا، لا نسافر ولا نتمني. وتقول عليكي بنتك نفسها تهيص وتفسح، دي ايه؟ مفيش قلب كده خالص. عيني عليك انت يا ابو قلب كبير وحنين، يلا قلبك على ضنايا وفسح ضنايا. انا مش فاهم انت متزربنا ليه. عشان ما بحبش اتقرطص يا بودي. معاش ولا كان اللي يقرطصك يروح قلب بودي. فجأة وفي لمح البصر عرفت تفضي نفسك من مشاغلك العظيمة ومن معرضك اللي بتحضر له، وقمت مجرجر في ايدك الجارية اللي جابتها لك امك بوسينة هي وضناها، وقررت تروح تصور فيلم شاطئ الغرام. نادين، انا لقيت اميرة بعد كل السنين دي، وانت فاهمة كويس قوي ده معنى ايه بالنسبة لي. انا متأخرة ولا ايه؟ خالص يا روحي، يلا دوري على ركبي. ده بجد؟ أصل يعني أنا قلت أنت طول السفرية هتبقى مشغول في أنك تفسح روضة وكده، وبعدين مريم في مجلات كتير طالبة منها صور، وأنا كنت موعدها أن أنا أعمل لها سيشن فهاخدها نتصور خارج. أمال أنا جايبة عدتي معايا ليه يا بودي؟ ماشي يا ندى، ماشي. أول مرة عبد الله شاف فيها أميرة إليني كان عندنا في كافيتيريا آداب من حوالي 11 سنة. الواد أول ما شافها وقع في غرام، وهي كمان حبته مع انها عملت المستحيل عشان ما تحبوش. هيطلع حلو ده قوي في التصوير. هي ليه ما كانتش عايزه تحبه؟ اميره كانت بتعشق ابوها وبتعتبره مثالها الاعلى، قوم فجاه يا عم موريس يقلني ومن غير اي مقدمات كده حب واحده ست مسلمه واعلن اسلامك اصلا، وراح مطلع ام اميره ومتجوز الست المسلمه اللي حبها. ام اميره ما كدبتش الخبر، لمت عيالها تحت بطها وجريت على بلدهم في سوريا، واميره رجعت معاها طبعا. أنا عايزة أصور هنا. أميرة اتحججت بأيتام الكنيسة اللي بتبنيها وما سافرتش معاهم على سوريا، بس طبعاً دي ما كانتش الأسباب الحقيقية. كان عبد الله طبعاً وأبوها، مع إنها اتهمته إنه دمر عيلتها كلها ودمرها هي كمان نفسياً. دخلت في مود اكتئاب ابن لذينة، حتى أما في يوم من حوالي 5 سنين كده البنت اختفت، غيرت تليفوناتها، البيت اتقفل، عبد الله ما سابش خرم إبرة ما دورش عليها فيه، لدرجة إنه سافر لأمها وإخواتها على سوريا، بس برضه ما كانتش موجودة. عبد الله كان خربان نفسيا في الفترة دي، عمري ما شفته كده. فين يا بنتي هنقلب عليك الدنيا؟ إيه اللي يخليه تقلب عليا الدنيا؟ وحشتيني يا عمر. ما تشوفش وحش. أنا بتكلم بجد. أنت عارفة أنا بقالي كام سنة بدور عليكي؟ لا مش عارفة. مش عايزة أعرف. وما ينفعش تفضل تكلمني وتبصلي بنفس الطريقة اللي كنت بتكلمني بيها زمان، عشان دلوقتي غير زمان يا عبد الله. بس أنا بالنسبة لي زمان ودلوقتي حب. بالنسبة لك وبالنسبة لي وبالنسبة ل5 سنين اخترت فيهم إنك ما تبقاش في حياتي يا عبد الله، ما ينفعش. لو كان ما ينفعش ما كنتش فضلتي قعدتي لوحدك لحد دلوقتي. مين قال لك؟ تعرف منين اللي حصل في حياتي في ال5 سنين دول؟ إحساسي يا نار. وإحساسنا ببعض عمره ما كذب علينا. وانا احساسي بيقول ان اللي كان بينا مجرد ذكرى. ذكرى نسيتها ومش عايزه افتكرها تاني. طب انا عايزه اعرف انت ليه صممتي تجيبيني معاكوا السفرية دي؟ يعني ايه ليه؟ اوكي نجيب لك من الاخر. ليه بتحاولي تقربيني انا وعبد الله من بعض وبتخرجينا مع بعض كتير؟ طب مامته اللي بتكلمني كل يوم الصبح تصبح عليا هتموت وتجوزه ابنها في الاخر برضه، لكن انت عارفه متاكده ان هو جاي هنا ورا اميره وان هو بيحبها وعمره ما بطل يحبها. عشان انا زي امه بالظبط يا مريم، هموت واطمن عليه. مش هقول لك ان عبد الله ده زي اخويا، لا ده زي ابني. اما بقى بالنسبه لموضوع اميره فخليني اقول لك ان هو فاكر انه لسه بيحبها عشان عبد الله رومانسي قوي.
بس المنطق بيقول انه مستحيل يبقى في علاقه بينهم. تحبي دي 100 واحده بعدها. طب مش معنى انا انت هتستعبطي عشان بودي عاجبك وعاجبك قوي كمان، ولا انت عايزه تفهميني ان انت جيتي هنا عشان تتصوري بجد؟ اما انت واطي بشكل، انت عارف بقالك قد ايه ما طلعتليش؟ امال لما كانش شغلك تحت هنا كنت عملت ايه؟ فهمني. تعال تعال جنبي، تعال. الحق عليا ان انا بزورك والحيله مسافر. يا ولد انا ليا فيك اكتر من المرحومه امك الله يرحمها، وقلبك حاسس ان انا عامله مهلبيه. تسلم ايدك. يظهر مامة نادين كانت بتحبك يا ولد. بس انا خلاص بطلت احب بنتها. قولي هي بنتك مش وحشاك؟ وحشاني يا بوسه. خلاص هدوا سد الجفاوه دي لبنتكم. هو انت فاهم البنت مصدق ان انت مسافر؟ البنت نبيها وعارفه ان في حاجه مش طبيعيه. هو انتوا متطلقين بقالكم يجي 3 اشهر مش كده؟ 4. ولازمته ايه بقى الكلام اللي يعكنن عن نفر على الصبح ده؟ راوده كل شويه تسالني تقولي بابي راجع امتى من لندن، والجحش التاني ده مش عايز يتكلم معايا خالص في الموضوع ده. ولا انا عايز اتكلم. يلا ولعوا انتوا الاثنين، انا مش فارق معايا غير راوده. وعلى فكره انتوا لازم تلاقي لكم طريقه انتوا الاثنين تتعاملوا فيها مع بعض وبسرعه. يا اخي ما تفكر في مشاعر الناس زي ما بتفكر في مشاعرك. في ايه؟ مستكتر علينا كام شهر متاقلم على الوضع الجديد بعد الطلاق، وانت نفسك بتعيط على حدوته بقالها 10 سنين خلصانه. بس طيب ما تجيش قطر كده، حقك عليا. انت عندك حق. انا على طول عندي حق. بقول لك ايه، كلمي امينة كده شوفي هتعمل ايه عشان لو كده تيجي تتغدى معانا. كان لازم يصحوا من النوم ما يلاقونيش، كان لازم اعرف. لو كنت شفته تاني بعدها وكلمني بنفس الحنين ده كنت هضعف. عمري ما حسيت مع اي حد اللي بحسه وانا معاه، وحاولت اضحك على روحي واوهمها اني ممكن بعقلي اعرف واحد من ديني واتجوزه، بس كنت هبقى بغلط اكتر. غصب عني مش عارفه انسى، اصلها مش زراير هندوس عليها نلاقي روحنا نسينا حد وعرفنا نحب حد غير. يا ريتها كانت كده.